الجهود السعودية التي بذلت عام 2000 لتأسيس دولة فلسطينية، وأثمرت تلك الجهود الحقيقة بمشاركة الإدارة الأمريكية عن تقديم تصور حقيقي كامل للإدارة الفلسطينية لدولة فلسطينية مستقلة، دولة وليست سلطة كما هو اليوم، دولة عاصمتها القدس كاملة بما فيها الأحياء الأرمني واليهودي والمغربي، وأن يكون للسلطة الفلسطينية مطارات وموانئ، وأن يعود اللاجئين إلى الأراضي الفلسطينية جميعا، والفلسطينيين الذين في أراضي 48 يستطيعون أن يعودوا على دفعات لمدة 20 سنة بمعدل 1,000,000 فلسطيني يعودوا إلى أراضيهم السابقة، وفي حال عدم رغبتهم في العودة ينشأ صندوق برأس مال مبدئي 20 مليار إلى أن يصل إلى 100 مليار بمشاركة سعودية خليجية أوروبية يابانية. الحقيقة يعني هذا التصور أو هذا الاتفاق كان قاب قوسين أو أدنى من أن يوقع، إلا أن ياسر عرفات رفض هذا الاتفاق يعني وارتكب جريمة في حق الفلسطينيين. لماذا نحمل نحن ما ارتكبه ياسر عرفات في حق شعبه؟ في عام 39 يعني عقد أول مؤتمر للسلام في العالم، هذا المؤتمر كان يعني يتبنى القضية الفلسطينية. وقتها لم يكن لليهود الذين يعيشون في فلسطين، وهم كانوا أعداد بسيطة من يهود عرب كانوا يعيشوا في فلسطين، إلا مطالب بسيطة وهو أن يكون لهم تمثيل في البرلمان للدولة الفلسطينية القادمة. رفضت هذه الفكرة، ثم بعد أقل من 10 سنوات أعلن عن التقسيم، أيضا ذلك التقسيم كان على حدود بسيطة لدولة إسرائيلية صغيرة، ورفض هذا التقسيم للأسف من الدول العظمى العربية في ذلك الوقت، لأن السعودية كانت دولة ناشئة ولا تحمل هذه المسؤولية، كانت العراق وسوريا ومصر، وطلبوا من السكان الأصليين الهجرة لأنهم سيقومون بحرب ل سحق اليهود والإسرائيليين في دولتهم المنشأة ورميهم في البحر. وكان موقف الملك عبد العزيز رحمه الله رافضا، كان الملك عبد العزيز يقول لهم لا تنزعوا الناس من بلادهم، إلا أنهم رفضوه وطلبوا من السكان الفلسطينيين الهجرة، وحصلت الهجرة التي بسببها اليوم يوجد هناك نازحون في العالم العربي. ووقوع الفلسطينيين أنفسهم في الأزمات العربية نفسها، يعني صح يعني صح، لا تكاد الآن تستثني، نعم لا تكاد الآن تستثني دولة واحدة، دولة عربية واحدة ليس لها ذكريات سيئة مع الفلسطينيين. لماذا؟ لأنهم يعني طرحوا أنفسهم كطرف في قضايا عربية كثيرة. يعني كلنا نذكر إحنا موقفهم وقت غزو صدام للكويت، دخلوا كطرف أيضا أيلول الأسود في الأردن على سبيل المثال. كل هذه الجماعات، كل هذه الأنظمة، كل هذه الأحزاب على مدى 70-80-100 سنة من تاريخ العالم العربي الحديث كلها تاجرت بالقضية الفلسطينية وجعلتها هي الشماعة التي تحملها كل أخطائها، لأن هناك إما أهداف مالية أو أهداف يعني بقاء أو شرعية كما تفضلت. لكن أريد الحقيقة أن أذكر الإخوة الفلسطينيين الذين ثاروا علينا بلا مبرر والذين ظلمونا بلا مبرر، أن يعني لماذا يريدون أن تدفع المملكة العربية السعودية ثمن أخطاء آبائهم وأجدادهم وقياداتهم على مدى 100 سنة؟